أخبار اليوم. العقيد مها كامل نائب مدير دار المراسم لضباط الشرطة بالجزيرة. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله وعلى مصر بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. الحقيقة احنا النهاردة بنحتفل بيوم اليتيم ودي مش أول مرة دار المراسم بتحتفل بهذا اليوم. دار المراسم سباقة دايما على مدار الأعوام السابقة لإقامة هذا الاحتفال، طبعا تحت توجيهات السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اللي بيسخر لنا كل الإمكانيات لإنجاح هذا الاحتفال. وطبعا السيد اللواء أيمن جاد مساعد أول وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الدار بيحرص بنفسه أنه هو على تنفيذ تلك التوجيهات، توجيهات سيد الوزير، لأن لإقامة يوم احتفال جميل. ودي مش أول مرة نحن بنقوم بيها، زي ما قلت لحضرتك احنا على مدار الأعوام السابقة وبتبقى أكتر من دار، النهاردة بس دار واحدة، لكن على مدار الأعوام السابقة كان في يوم اليتيم بيجينا أكتر من دار، حوالي 4 أو 5 دارات، وبيبقى يوم الحقيقة يوم جميل جدا بيقضوه معانا واحنا بنبقى سعداء. وطبعا كل ده بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية برئاسة اللواء طارق عطية مدير الإدارة العامة، ان هو بيبقى التنسيق الكامل معاهم لإقامة والإنجاح هذا الحفل. حفل طبعا من ساعة طبعا حضرتك ما جم الصبحية ان بيبقى زي حفل ترفيهي ثقافي فني، توزيع لعب اطفال عليهم، يعني احنا بنحاول يبقى يوم ظريف نقضيه معاهم ويقضوه معانا، وطبعا بيتغدوا طبعا معانا النهاردة. وفي نهاية الحفل ان احنا بنقوم بتوزيع زي دار المراسم بتوزع عليهم بون ملابس ب 500 جنيه بمحلات معينة ان هم يقدروا يشتروا اللي هم نفسهم فيه. طبعا الحفلة القائمين على دار المراسم طبعا برئاسة او على رأسهم السيد العقيد وليد الوكيل والسادة زملائي من السادة الضباط والسادة العاملين هنا بالدار، لان كلنا بنحرص ان احنا يعني ان احنا يبقى يوم جميل وظريف ونبقى كلنا فرحانين ومبسوطين ان الانجاح هذا اليوم. وشكرا لحضراتكم وحضراتكم شرفتونا. هو النهاردة يوم احتفال بالولاد وطبعا نظمناه مع مات بيه من وزارة الداخلية ومع العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية جابت لنا البصات وجم خدوا الولاد، وعلى أساس أنهم يعني بيدخلوا البهجة والسرور على أولادنا، والعيال زي ما انتوا شايفين كده مبسوطين جدا من اليوم ان شاء الله. لو ما جابوا هدايا كل ولد هدية، والولاد مبسوطين جدا، وطبعا جايبين لهم عملوا لهم الرسم اللي هو على الوجه، وجابوا لكل ولد لعبة ومشغلين لهم طبعا ألعاب وعملوا مسابقات، وكان يوم ظريف جدا. طبعا بوجه كل الشكر لوزارة الداخلية انهم دلوقتي بقى يعني خصوصا احنا مكاننا يمنا داخلية وشمالنا داخلية، فطبعا كل علاقاتنا معاهم ويعني ما شاء الله العلاقة جميلة جدا بيننا وبين وزارة الداخلية، فما بنحتاج اي حاجة بنلجأ لهم، هم ناس متعاونين جدا. طبعا احنا مؤسسة الجمالية الاجتماعية هي دار ايتام وبترعى في المتوسط 100 طفل من 6 سنين لغاية ما يخلص تعليمه. يعني احنا من 6 سنين متطلعين مخرجين 15 ولد مؤهل عالي يا جماعة، فالولد بيفضل عندنا طول ما هو في الدراسة.